الكرام، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى يعجبكم. اذا كما كتشوفوا كنت واجد في جردة مولاي عبد السلام، خرجت انا وخواتات راجلي ندورو شويه ودينا معنا الغداء، غنتغداو هنا ان شاء الله. بالينا الجو زوين، قلنا لي ما لا نخرجوا. اذا هانتوما معنا، نذكركم بالاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. تبارك الله، هاد الشرطة فيها نباتات كتار والطبيعة خضراء، تبارك الله، متنفس للجميع اللي بقى يجي يبدل شوية الجو. نشوفوا شي بلايص هنايا تكون فيها الظليله باش نبصوا. كاين هنا الويفي، داكشي علاش تيجيو الطلبة هنايا يراجعو ويخدمو بالدوسيات ديالهم. وسمحوا لي إلا كنت كنحرك التليفون بزاف، راكم عارفين غير مع هذوك الحجر صغار ومع الحركة. المشيشة هنايا بات لنا هاد البلاصة فيها هاد الليلة زوينة، مش مشيشات. هذا النبتة جابونية دايرين شوتينغ، كيصورو تما تكشيطة. لأول مرة بيكنيك بسباكيتي ولكن تبارك الله جات زوينة، الله يعطيك الصحة. إذا بعد ما تغدينا الحمد لله، دابا غادي نكملو الجولة. هذا كنا كنخدمو فيه شحال هادي، كندخلو الفيسبوك و تيوقفو الناس هنايا كيتكونيكتاو. الجو زوين اليوم والحمد لله، لقينا خاوية شوية بعدا اليوم السبت. باش زوينة هادي فيها الكالم، كتسمع غير زقزقة العصافير. هنا كيشعلو هادو
يشعلوهم مرة مرة، لكن عمري ما تلاقيت معهم مشعولين. ماما ها هذيك النافورة ديال الماء. هما ديك التصاور اللي قلت لي ديالاش، هما اجي شوفي ماشي ديال الخيط شي جوا هاد الحفرة هاي شوف شنو كاين هنا ماشي هذا ديال الخيط وديال ديال البطاطا وديال المطيشة لا دي السمر العضوي لا دا السمر العضوي ها هما شتي اولا قلت لك قبيله هما التصاور ديال الذرة وديال الحنة فاصوليا كيف كدا نمشي اللوحة شتو هي شافت هدا قبيلة بنتي سحب لها اللعاب قالت لي يلاه نمشيو نلعبو فيهم هادي شجرة اللوز نشوفين ديال البطاطا هادوك يحلوهم النباتات لا واش النباتات كتبقى شادة في يوم ما نقدرش نصوها لخاطري حتى كتطلق ما يمشي شي اخرى مشات ختم عندك طيحة ايه كاين بزاف ديال الانواع نباتات شو كيطيح هاد اللون الموف هاد الأوراق بشوية اضرب شوية هاد بوية
انا خاوي ما كاين حتى واحد. ما عنديش الموسيقى في الفيديو باش تستمتعوا بصوت ديال العصافير. فاقة كبيرة تبارك الله. واحد يجي مرة هنايا يرتاح شوية وينسى الهموم والمشاكل و... نمشي نشوف شنو كاين تما. هاد السور قديم مع الصاد دبلو هاد الوريضات. تعجبني الصوت ديال نسمع راسك كنتمشى على الحجر. لقينا واحد الكانيش زوين. شاف آية وجات يجري من بعيد باش يلعب معاه. ماشي ياكلش لا تلعب معاه خداه خداه مشى مشى اجي اي عندك اجي اي ننقص ياخذك وجاني تعطيه العود ياخذو تيمشي. يلا اجي عايش. اذا مشاهدينا الكرام كنتمنى تكونوا تمتعتوا بهذه الجوله. وصلنا لنهايه الفيديو. الى اللقاء نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.